مدينة القدس هي المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الإبراهيمية الثلاث، وهي المدينة التي تحتضن أهم مقدساتنا المسيحية والإسلامية. الفلسطينيون المسيحيون والمسلمون في القدس يعانون من الاحتلال، يعانون من قمعه وظلمه واستبداده وبطشه. الاحتلال يعاملنا في القدس وكأننا ضيوف وكأننا غرباء في مدينتنا، وهذا تجسيد لسياسة الأبارتهايد الممارسة بحق أبناء شعبنا في القدس بشكل خاص وفي فلسطين بشكل عام. ولكننا سنبقى في القدس مدافعين عن مقدساتنا وأوقافنا ورافضين لسياسات الاحتلال، لن نستسلم. سيبقى شعارنا دوما الحرية والكرامة لشعبنا الفلسطيني. مقدساتنا ستبقى لنا، القدس ستبقى لنا، ونحن نرفض الإجراءات الاحتلالية ونرفض القرارات الأمريكية الجائرة والتي تأتي في سياق دعم السياسة الإسرائيلية الاحتلالية في مدينة القدس. بعد أيام يحتفل المسيحيون في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الميلاد، وسوف تزدان شوارع وساحات المدن الأوروبية والعالمية بالأنوار والأشجار والزينات إلى آخره. أنا أود أن أذكر المسيحيين في كل أرجاء العالم بأنه لا معنى لاحتفالكم بالعيد إذا لم تلتفتوا إلى فلسطين التي هي أرض الميلاد والأرض التي منها انطلقت الرسالة المسيحية إلى مشارق الأرض ومغاربها. مغارة الميلاد في بيت لحم، النور الحقيقي، نور الميلاد سطع في بيت لحم، وبالتالي نداؤنا نوجهه إلى كل الكنائس المسيحية شرقا وغربا بضرورة أن تدافع عن فلسطين، عن أطفال فلسطين، عن قضية فلسطين. فليكن شعارنا في عيد الميلاد الحرية لفلسطين ولشعب فلسطين.